سادتي محبينا متابعينا على قناه اليوتيوب شوبير دي زاد وعلى صفحه الفيسبوك شوبير عاي تيرلس، مرحبا بكم معنا في حصه كل الرياضات ومع زميلكم واخوكم المحلل والناقد الرياضي الجزائري احمد شوبير. اولا سيدي مرحبا بك. السلام عليكم، السلام على الجماعه اللي تشوفينا هنايا، راهم حاضرين معنا والناس اللي تشاهد فينا داخل الوطن وخارج الوطن، فينك ولاد الجزائر اللي خارج الوطن فينك. شكرا لك زميلي احمد شوبير. موضوع اليوم في حصه كل الرياضات نود ان نتكلم عن هذه المره عن ماجر الذي صرح وعاد في رايه في حصه الفريق الدولي هناك بقناه الهفاف، حيث قال لمحمد شيخي بان بامكان المنتخب الجزائري ان يفوز بكاس افريقيا، الى ان الزميل والاخ محمد شيخي نشكره على ذلك كشف وقال له كنت تقول في السابق ليس بامكان المنتخب الوطني ان يحمل التاج الافريقي. نترك مع الفيديو زي ثقه كبيره. ماجر اسمح لي، ما تشوف بانه هذا فيه شويه تناقض؟ لانك في غالب الاحيان كنت تقول بانه شبه مستحيل اننا نفوز بكاس افريقيا في افريقيا، والان تقول لا بامكاننا نفوز بكاس افريقيا في لا افريقيا. لا ما قلتش الكلمه هذه. لا انا غيرت الكلام تاعي، غيرت الكلام حتى نوضح. لا غيرت الكلام تاعي، الكلام اللي قلته لسليماني ومحرز قلت لهم هذه فرصه كبيره 2017 لازم تفوزوا بهذه الكأس. كما شاهدت الفيديو زميلي احمد شوبير، هل من تعليق هناك؟ شوف العيد خويا محرز عنده 24 عام، محرز عنده 24 عام، ما خلينا بعد ندخل لك تاع التناقض في الهضره تاعه. ضرب هو راح يجري مور اللعابه، هذه راه يدير فيه حمله لروحه، يدير فيه حمله في فيفري، اي كاينه فوت تاع الرؤساء الاتحاديه. حنا شنا كيماك عرفنا بلي حمله وعندنا مصادر رسميه بلي راح يدير فيه حمله لروحو، يتكلم راح باش يتعب منها يدير فيه حمله لروحه. اما لا يدير ويدير ضغط على لعابه، قال لهم انتم غادي ما تقعدوش في ليكيب ناسيونال طول حياتكم وتدو كوب دافريك. محرز عنده 24 عام، هو دا كوب دافريك، اسمح لي شحال 26 ولا 25، المهم هذا الايقونه هذا ايقونات تاع كرة القدم، كانت عنده 31 عام مي دا كوب دافريك. هذا ضغط راح يدير فيه حمله ومام طول يدير فيه ضغط على اللعابه اللي قد تدوكم. هو راه في 5 سنين ولا 6 راه غير يهدر، لا يقولوا له انت على ما تجيبهاش من برا، يقول لهم هاك والله ما تجيبوها. انا قلت لكم نهار 2015 قال لهم قلت لكم باللي ما تجيبوهاش ما تجيبوهاش، قالوا له علاه؟ قالوا ما تجيبوهاش الرطوبه اللي زاربيت حياته منا، فهمني؟ قالوا لنا اللي قلنا نلعبوا فوت ماتش با واللي قلنا، فهمني؟ هو يهدر كيما هاك. اليوم محمد شيخي مشكور قال له يا ودي كنت تهدر تقول باللي ما كاش لي يدي كوب دافريك، الجزائر ما تديش كوب دافريك في افريقيا. هو اش قال له؟ قال له لا انا في كلمه ماشي في كلامي، قال له تناقض في كلمه، خاطر علاه؟ راه يدير في الحمله نروحو كيما هكا. قال له لا ضروك اللي يجيبوها، كيف انت تهدر؟ انت عندك خبره في لافريك، خبره غير كنت لاعب اونترينير، نقلبوا واحد عمرو لا قرا عمرو لا منا نجيبو نحطو يغبنك في الفوطبه، خاطش نعرفو ناس والله العظيم لا مستوى تاع كرة قدم، تحاليل تاع كرة قدم، فكر تاع كرة قدم، والله العظيم المخير في هادو اللي راهم يجو والله ما يلحقوهم هنا في عين تيرلس، نعرفهم انا نجمع معاهم وكلشي، هادو ما يلحقوهمش ما يجوش معاهم، في المستوى تاع كرة القدم ما يجوش معاهم كاع، ما يوقفوش معاهم. كلم قال له كيف انت واحد تقول له بلي والله ما تدوها ابري بعد عام تنساو؟ قالوا لا ندوها. كي تديها؟ اعطينا الحل كي ندوها، حلول تاوعك نتايا، اعطينا الحلول تاوعك باش ندوها. هاو تتكلموا غير تتكلموا باش تتكلموا، كي غادي ديروا؟ فهمني العيد خويا، ضربك انا حنايا رانا نعطوا هاد الناس شنو باغيين من هادو؟ ما فهمتش انا والله ماني فاهم. ما تديش في 3 سنين يقول لك والله ما تديها، 2013 قال لك والله ما تديها، 2012 قال لك والله ما تديها، 2015 قال لك والله ما تديها. اي اعطينا انت الحل يا سي ماجر، اعطونا هذا الحل تاعكم كي ندوها.
مي راكم تقولوا كيما هكا، هذا الضغط اللي راكم دايرينه على اللعابه، انتوما جبتوها من افريك، انتوما جبتوها من افريك، ما جبتوهاش انتوما من افريك، انتوما جابوها لكم الرجاله وكثر خير الرجاله اللي حطوها لكم هنايا. اضعف دوره 90 اضعف دوره، ماشي في التنظيمه في لي زيكيب، ما كاش وكو بغات الكاميرون، الكاميرون ذاك العام ربحت الارجنتين وربحت منا كو بغات الكاميرون بيت ديها كوديتها لنا منا، والله لا كو بغاو كوديوها لنا منا. على قلع اريدو نعطيكم هيك خبر مصدر رسمي، على قلع اريدو حبس الكونترا تاعو بيدير حمله لروحو تاع 2017 حمله تاع الرئيس اتحاديه، بيدير حمله روحو حبس الكونترا فانيك ان شاء الله بربي، الخساره بالخساره هذه هي، هذا اللي نتمناوها ان شاء الله بربي. قال لك ان شاء الله بربي لا الحمار لا صايقه، سمع بيها لا الحمار لا صايقه، قال لك الغراب مسكين جاب يقلد البشيه تاع الحمامه، الحمامه طارت راحت هو بغا يعاود يولي مشيتو، قال لك لا مشيتو عاود ولا للحمامه ما تلف ان شاء الله بربي كيما ان شاء الله بربي هذه هي. لا رئيس اتحاديه ولا هذه لا رئيس اتحاديه ولا اريد ولا لا راني باغي ولا مشاني باغي هذه هي. شكرا لك زميلي احمد شبير، تشابك ايضا مع محمد شيخي في الكلام فيما يخص المستوى الدوري المحلي، حيث قال الدوري الجزائري هو او البطوله المحليه هو المستوى قوي، لكن ليس بامكان اللاعبين يلعبون في مع المنتخب الوطني. نتركها تشاهد مع الفيديو. صح ما كاش مشكل، يخرج المال من جيبه الخاص فجر ويدفع الاجور ولا واحد يتكلم، اما انك تروح للبقره الحلوب وتاخذ منها اموال وتدفع رواتب خياليه للاعبين، يكون عندك مثلا شهريا مثلا في الانديه الكبيره في الجزائر 5 ملاير او 6 ملاير شهريا تصرفهم على 22 لاعب، وبعدين المنتخب الوطني يحتاج منك مدافع ايمن او يحتاج منك وسط دفاع ما تقدرش تعطيه له، لازم نراجعه ثاني ايضا هذا الامر. علاش ليه المسؤولين طلبوا من الانديه يعطوا اللاعبين المحليين؟ لا لا محمد لا ما يفوت نقولوا الكلام هدايا، من وقتاش انت سمعت المسؤولين على الكره الجزائريه طلبوا من المدرب؟ اذا كان البطوله هذه ما تمدش لاعبين للمنتخب الوطني، اذا كان البطوله هذه ما تمدش لاعبين للمنتخب، ما تسمح لي هذه البطوله محمد. هل هي بطوله للتسليه ام بطوله للعنف ام بطوله لرفع السكر او لرفع ضغط الدم؟ منذ سنوات وحنا نتكلموا على الموضوع اللي نسمع فيك، يعني كل عمرنا ما تكلمنا على الموضوع، لان اولا هذا الموضوع يطلب وقت طويل اللي كان نتكلم عليه وتكلمنا في الماضي، تراك تقول لي راني نشوف البطوله الجزائريه ماناش تكون لاعبين للمنتخب الوطني الجزائري، هذا غلط 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 غلط، لان المسؤولين تاع الكره الجزائريه ما راهمش مهتمين باللاعبين المحليين، هذه هي الحقيقه محمد، هذه الحقيقه ماهمش مهتمين، حتى ويتالقون اللاعبين المحليين في الجزائر ما ينادوا لهمش الفريق الوطني. لا تمنح لهم فرصه. هذا هو، علاش ما نتكلموش الحقيقه محمد؟ علاش ما نتكلموش؟ باش يثبت كلامي يوم الايام ان شاء الله، واتمنى من كل قلبي لو يكون تغييرات في الكره الجزائريه، لو يكونوا التغييرات وتشوفوا يهتمون باللاعبين المحليين، بعد سنوات تشوف المستوى تاع اللاعبين تاعنا كيف يظهر في المنتخب الوطني الجزائري. ولكن الان فيه كلام واحد تاع شخص واحد، اللاعبين المحليين ما يدخلوش الى الفريق الوطني. كما تم تعالى معنا الفيديو زميلي احمد شوبير بالتعليق. شوف العيب علقت كثير في الكواليس ما يخص هذا الفيديو، هذا انسان تكلم تما على ما عطاوش الفرصه للاعب المحلي، تما غايظه اللاعب المحلي، هذا كان قاضب ليكيب ناسيونال، كان بورح لي يطير، كان لاعب محلي واحد زعما نقولوا حنايا بورح لي كان يطير، هذو دق تقول لاعب محلي، بان لاعب محلي دق تقول مين يتكلم ويقول باللي ما عطاوش الفرصه للاعب محلي، مترف عيطوا له ولا ما عيطولوش، مفتاح عيطوا له ولا ما عيطولوش، بودبوده عيطوا له ولا ما عيطولوش، حشود عيطوا له ولا ما عيطولوش، زيتي عيطوا له ولا ما عيطولوش، بالقروي شادر، الموشيه شادر، عيفاوي شادر، قصرنا بربعه في مروك ياه، نعطوا احنا راهي تكلمت تما على رئيس اتحاديه الحاج محمد راهو رئيس اتحاديه الجزائريه، راهي تكلم عليه هذا، مي قال له شخص واحد كلمه واحده ما تجيبش لعب سينا، تكلمتوا على المدرب المحلي دار مع عبد الله خويا، الا راني غلط ربي يقولوا لي حبس يا خويا، الا راني غلط قولوا لنا احنا رانا ننتقدوا فيكم بشريعه النبي ونجاهيكم بربي
ما تبقاوش ترسلوا لي كونفوكاسيون تاع دار الشرع عاوده، ما ترسلوليش كونفوكاسيون، راني انا فانك راني نرد عليكم كيما نتوما تقولوا نهضروا الحقيقه ونهضروا منا ونهضروا منا وديروا لنا تهديدات في في في, في, في الهاتف تاعنا، ترانا نحبسوا ترانا نطفوه كلش. ياه العلو الشيطان درنا عطينا عطاوكم الحاج محمد راو راو عطا لي شونس، عطا لي شونس على المدرب خسرنا بربعه، عطا لي شونس عيط المترف ما سي ما عطاش رودمو، عطا لي غارديا زعما موش عسلة دوخة قاطع مكاش. انا العيد خويا نهضروا الصح ولا باش انا نهضروا يجوا اليوم يقول لك اعطي لينا شوف مين انا التاليه زيتي بالقروي ايدو زيتي الغلطه الكبيره اللي ما دارش كل عامنا ماندي في بلاصته مجاني كذا مورو ورد لي خبر انا ملي قعدوا يديروا الحسابات بين يديروا بلقى يديروا زيتي ولا يديروا قديوره انا في راسي قاعد كيما هكا قلت غادي يديروا قديوره خاطش علاه نيفو عالي محضر مليح لاعب محترف وي ما ديروا يمد الروندمون تاعو ثاني ولا عبد الله خويا والخبره في الملاعب والخبره في الملاعب الافريقيه فانك عنده شنو كاين اللي يقول لي نتايا تكره زيتي ما نكره زيتي زيتي على ما نكرهوش اسمح لي العيد خويا نكمل جايين في كيما يقول لك جايين في الهضره زيتي على ما علاه قلت لك باللي ما عطاش الروند تاعو كاع لي بال تاعو لادفيرسير التاليه دوك نعطيكم نعطي اسمح لي العيد خويا نعطي حاجه نعطي حاجه صغيره بالك الشعب الجزائري انا خدش عليه البارتي تاع ليكيب ناسيونال متفرجها ست خطرات شتها ست خطرات كي شتها ست خطرات علاش شتها ست خطرات شت لقطة شت لقطة شت لقطة لقطة كشتها شت من في طولة يعطيها يعطي البالون أرجتو يعطي البالون لواحد جوا صاحبه إبراهيم الطايدر وقيلة ولا بن طالب قاسها توش فماك لي لونتريا قال له اروح ولدي اخرج قال له ريح صايك عرفه باللي إنسان هذا ما يعرفش يلعب هذا تاع هذا لعاب محلي هذا لعاب محلي صنع محلي نعاودو نقولو لك يا سي يا سي يا سي أيقونة تاع كرة القدم الجزائرية والأوروبية والعالمية داخل كرة الأرضية وخارج كرة الأرضية تا هي حاجة فور نتا راك دير في حملة روحك راك لعبها جاي راك جاي لعبها جاي مع اللعب تحوس تكسب اللعب شفقة اللعب المحلي شا قالهم قالهم يجي وقت إن شاء الله بربي وتتغير السياسة هذ الناس اللي قاضبين اتحادية اللي قاضبين المسؤولين اللي قاضبين السبور في الجزائر وتشوف اللعب المحلي عاود يولي عاود منا خاطش على حقرو انت يا ماجر